إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. أولا إخواني أشكركم جزيل الشكر على الدعم الرهيب الخاص بيوم أمس بالفيديو الذي قمت بتنزيله يوم أمس والذي كان يخص الفيس كام لأول مرة وأيضا لعبة أباكس ليجند. فجزيل الشكر ولكل التعليقات، يعني راجعتها تقريبا 95% من التعليقات يعني شاهدتها، فجزيل الشكر لكم إخواني. وبإذن الله سوف أستمر في الفيس كام في غالب الفيديوهات، والأرجح أن تكون في الجيم بلاي، لأنه طبعا الشروحات ممكن جدا أني أسحب عن الفيس كام في الشروحات. لماذا؟ لأنه إخواني الشروحات بالفعل لا تتطلب يعني أن أسوي عنها فيس كام، ولكن في الجيم بلاي كان سواء عن فورتنايت أو كرياتيف أو رولز أو بابجي، يعني حتى بابجي إخواني بإذن الله. إذن إخواني هذه التحديات الخاصة بالأسبوع الثاني من الموسم الثامن، وسوف أشرحها لكم بالتفصيل في هذا الجيم بلاي والتي سوف تكون يوم الخميس بإذن الله. إذن أول تحدي معنا هو أن تقوم بتدميج سبلاي دروب يعني بنسبة معينة، هم سوف يعطونك سواء كانت 200 أو 500، فقط تقوم بالطلق على الدروب كما تشاهدون في السماء، يعني تقوم بتدميج هذا الدروب بنسبة مقدرة يعني يتم ذكرها، وانتهى أول تحدي معنا إخواني. وللأمانة ممكن أن تتغير جدا ترتيب التحديثات، ولكن على العموم بنسبة كبيرة جدا أن هذه هي التحديات الخاصة بالأسبوع الثاني. أوكي هذا واحد، يلا أيضا إخواني ثاني تحدي معنا سوف يكون أن تقوم برمي أو تدميج أشخاص بواسطة هذا المدفع. عفوا لدي يعني لاج، بس أدري لما اليوم هذا هو المدفع إخواني الذي تقوم بتدميج الأعداء به، فايرس كانون، هذا هو المدفع الذي تقوم بتدميج الأشخاص به. يعني تأتي إلى أي مكان، هو موجود في أغلب الأماكن، يعني سوف تجدون هذا المدفع الخاص بالقراصنة، وبهذا الشكل يعني تقوم بتدميجهم أيضا نسبة معينة وسوف تكمل هذا التحدي. وبعده سوف نذهب إلى التحدي الثالث، لأنه الحين يعني مررنا على التحدي الأول والتحدي الثاني. ممكن إخواني كما أخبرتكم أن التحديات سوف تتغير الترتيب فقط، غير ذلك فهي التحديات الأصلية للأسبوع الثاني. إذن ثالث تحدي هو أن تذهب إلى إليمينيتد آت سالتي سبرينغ أو هانتد هيل، يعني تقوم بذبح أشخاص، ممكن ثلاث أشخاص في هذا المنطقة أو في منطقة هانتد هيل، وهذا أول شخص. حاليا أنا أشرح فقط التحديات إخواني لأنه سوف تنزل اليوم الخميس بإذن الله، وسوف أسويها بالتفصيل وأشارك معكم أيضا البنات السر. إذن هذا هو الشخص الذي قمنا بذبحه هنا أيضا إخواني في سالتي أو هانتد هيل، ممكن ثلاث أشخاص، أتوقع أنها سوف تكون ثلاث أشخاص. ثالث تحدي معنا إخواني هو أن تبحث على صناديق أو تشيست، الصناديق الكبيرة، صناديق الأسلحة في أماكن ذات مسمى، أي بمعنى تختار الأماكن مثلا بلازنت، سنوبي، تلتيد، دوسي، يعني أي مكان تكون عليه يكون عليه اسم وتفتح به صندوق أو أيا كان. وبعدها سوف تنهي التحدي، وأتوقع أنها سوف تكون سبع تشيستات أو خمس أو خمسة يعني على الأرجح. بعد هذا التحدي إخواني أيضا سوف نذهب إلى التحدي الرابع الذي معنا، سوف نقفز بهذا الشكل، يعني التحديات بسيطة جدا ممكن لأي شخص أن يسويها في ممكن حتى في جيم واحد لا أكثر، لا في جيم واحد لا نو نو نو. إذن ثالث تحدي رابع تحدي معنا هو إخواني أن تقوم بتعبئة دمك بواسطة هذا التفاح الموجود في يعني في غالب الأماكن، مثلا الحين نحن في صالتي أيضا، يعني دمج نفسك حتى إن لم يتم تدميجك من أشخاص آخرين، وتكون قد أنهيت التحدي الخاص بالتحدي الرابع المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إخواني هي أن تقوم بتعبئة دمك بواسطة الميد كيت، وسوف يعطيك النسبة سواء 200 أو 100 أو وأتوقع 200 200، يعني أن تستخدم ميد كيت أول وميد كيت ثاني.
وبعده سوف نذهب أيضا إلى التحدي الخامس إخواني، وهو تحدي النزول بالأماكن. أول تحدي وأول مكان نقوم بالنزول به هو The Block، وبعده داستي، وبعده بولر، وبعده سنوبي، وبعده بارادايس بالم، أي بمعنى بمنطقة الصحراء. يعني تحديات بسيطة جدا إخواني كما أخبرتكم، والشيء المهم أنها سوف تساعدك في من أجل أن تتقدم بخمسة طير، يعني حتى تحصل يعني الرقصات وما إلى ذلك الموجودة، أو سكين إن لم تقوم بتفتيحه. يعني لهذا أنصحكم بتسوية التحديات، لأنه في بعض الأشخاص لا يسوون هذه التحديات إطلاقا، ومنهم أصلتي طبعا ولا يسوي تحدي. أوكي، كما أخبرتكم إخواني، بعد أن نقوم بانتهاء من مراحل النزول وتحدي النزول في الأماكن التي كانت عليها تلك الأسماء، سوف نذهب أيضا إلى هذا آخر تحدي، وهو التحدي السابع إخواني. كما تشاهدون visit 14 north south east and west. إذا كما تشاهدون هذه هي الأماكن بالضبط، لوكي لاندينج، وبعدها تذهب إلى لونلي لوج. يعني ليس في جيم واحد إخواني، بل يعني المهم أن تذهب إلى هذه الأماكن، وبعده سنوبي، وأيضا مثل ليس بها مكان، ولكن مكان القراصنة الموجود بها ليزي، هذا المكان بالضبط كما تشاهدون معي هذه العلامة. وانتهينا من كل التحديات إخواني. بالنسبة للبانر السري، أتوقع في هذا الأسبوع سوف يكون بانر سري ولن يكون نجمة سرية. النجمة السرية سوف تعطيك طير مباشرة، يعني مجرد أن تأخذ النجمة السرية سوف تحصل مباشرة طير أيضا بعشر نجمات. أما البانر السري فلن تأخذ أي شيء، فقط تأخذ البانر ولن يفتح معك أي طير. المهم إخواني، إلى هنا انتهى الفيديو، انتهى الشرح الخاص بتحديات الأسبوع الثاني الخاصة بالموسم الثامن. والحين إخواني، بما أنه انهينا شرح التحديات إخواني، أتمنى أن أسألكم بعض الأسئلة وأتمنى أن تجيبوني بسر إخواني. هل تودون أن أنشر على لعبة بابجي موبايل وكرياتيف، أو أي لعبة؟ سوف أجعل استفتاء على القناة من أجل أن يعني أعرف ما مدى ما الذي يطلبه المتابعين الخاصين بي طبعا. وهل تودون يعني، وحتى كما أخبرتكم بالنسبة للفيس كام، يعني لما تكون لدي أيام يعني يتعذر علي الأمر في أن أصور الفيديو فيس كام، فأعذروني إخواني. وأتمنى أيضا أن أي شخص إخواني يلعب معي أن يقوم بفتح المايك، أتمنى ذلك. لماذا إخواني؟ لأن يعني التواصل أحسن والله، حتى أنه أخي تكون ونسة في الجيم وكل شيء. أما إذا تلعب يعني بدون صوت، يعني يلعب سولو أحسن، يعني ممكن أنا تخصني أشياء لو أنت تخصك أشياء، يعني بالتواصل الصوتي أحسن، يعني لما يكون في شات أحسن. يعني أتمنى أن تفيدوني أيضا إخواني بالنسبة للألعاب التي تودون أن أنشر عليها جيم بلاي. بالنسبة لي ببجي والله صراحة شيء أقهر، يعني تنشئ فيديو حتى التعب الذي يكون لديك صراحة لا أود الخوض في التفاصيل ولا أشتكي لأي كان إخواني. ولكن إن لم تنال يعني تقدير لمجهودك وتعبك، فأكيد أنك سوف تسحب عادي. وبهذا السبب إخواني، هذه الأيام لا ألعب كثيرا لعبة ببجي موبايل، لأنه أدام يا أخي تمشي فيديو أن تشاهد نسبة المشاهدة أنها 1500، على عكس أنه يعني ولمن يشاهد أنه قناتك بها أكثر من 120 ألف مشترك. وصراحة سؤالي، هل أسحب عنها أم ماذا؟ المهم ساعدوني إخواني، أتمنى ذلك، أتركها في التعليقات. وإلى هنا إخواني، دمتم في رعاية الله وحفظه، أتمنى من صميم القلب أن أي شخص استفاد أن لا يبخل عليه بمشاركة الفيديو، وسوف نلتقي في شرح وحلقة مقبلة بحول الله.